فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المخدرات هل تقاس على الخمر في إقامة الحد بتناولها؟ المخدرات نعم، هل تقاس على تناول وعلى شرب الخمر في إقامة الحد؟ اللي يروج المخدرات أو يجلبها أو يستعملها يقتل، لأنه من المفسدين في الأرض، وله مثل اللي يروج الخمر ولا يشرب الخمر، هذا من المفسدين في الأرض يقتل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.